كان بقى اخويا العنب ديال بوزنيقه، كنمشيو ليه لبوزنيقه وكنجيبو العنب تبارك الله زين، وعندنا الاقبال على العنب ان شاء الله. كاين واحد الثمن مناسب شويه، ماهوش ثمن غالي اللي كيعرفوا الناس كلشي، والحمد لله السوق زوين الحمد لله، وكلشي بخير وعلى خير، هادشي اللي كنتمناو. هذا هو الموسم ديال الوقت العنب اخويا، الوقت ديالو هو هذا الموسم ديالو، حيت كلشي كيتقبل العنب ديال دابا في هذا الوقت. كان موسم ديال الدلاع، الدلاع ساله، دابا تداروا العنب، العنب ولا فيه الاكل بزاف. الثمن ديالو واخا 10 دراهم باش كنبيعو، كنشارجيو من الهيب 7 دراهم كنبيعوه هنا ب 10 دراهم. الاستقبال بزاف، كتجي فاياج كتضربها في النار، كتجيب ديك 120 بلاطه وكتضربها في النار. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله والله يرفع علينا هذا الوباء. هادشي اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى، الله يرفع علينا هذا الوباء. في فوائد كثيره بزاف، ماشي فوائد قليله، حيت الموسم ديال اي حاجه، اي فاكره في الفوائد ديالها، كل حاجه وبالموسم ديالها. من ناحيه بوزنيقه وهذيك الناحيه ديال بن سليمان، كلهم كيستقبلوا هذا العنب ديال موسكا، هذا العنب ابيض كامل كيستقبلوا هذوك الناس كاملين. وكنا النسبه ديال العنب الاخر كاين ديال دكاله وديال مراكش باقي ما بداش، ديال دكاله حتى هو عليه استقبال دابا بزاف. هادشي علاش غادي حنا في هاد المهنه، لا ما الثمن بسات شويه، ما كاينش ثمن غالي اللي كتعرف. كاين بعض المنطقات اللي كيكونوا الثمن غالي، كي 15 درهم 18 درهم 12 درهم كتبدا بالتوجيه، على الاخر كتبقى لك شويه كتبيع ب 10 درهم، شويه كتبقى كتبيع حتى ب 5 درهم باش تشطب السلعه ديالك. والحمد لله كاين الخير الحمد لله. واخر كلمه كنقول الله يجعل ربي يرفع علينا هذا الوباء، هادشي اللي كنتمناه من الله، والحمد لله نحمد ربي ونشكره بهذا الخير اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. واخا هذا الوباء شويه زير الوقت، زير الوقت شويه بزاف.